السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنصور لكم شقة في مجمع راقي، شقة غرفة وصالة في منطقة بوستيبا زي ما تشايفين. المجمع عبارة عن 9 بنايات، عندنا البناية هذه الشقة اللي بنصور فيها، وهذه البنايات تكملتها. المساحة هذه اللي أنا قاعد أشر عليها، هذه المساحة كلها راح تكون خدمات، من مسابح وألعاب أطفال، جلسات عائلية، ومحلات تجارية، ومواقف للسيارات. شقة غرفة وصالة بمساحة 70 متر مربع في البناية هذه. نطلع مع بعض نديكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، وش مواصفاتها وإطلالاتها، كل ما يخص بالشقة. والميزة الحلوة كمان إنه الغاز الطبيعي واصل للمجمع. مدخل البناية من هنا، وصلنا يا جماعة الخير الدور الرابع، شقة رقم 23، شقة غرفة وصالة بمساحة 70 متر مربع. أول ما ندخل عندنا أمامنا منطقة الكوريدور اللي هو ممر، ويميننا عندنا هنا مخزن. الشقة كلها مزودة بتدفئة مركزية عن طريق الغاز الطبيعي. يسارا هنا الصالة، وهي غرفة النوم، وهنا دورة مياه. يمينا عندكم كرامة، دورة مياه خاصة بالشقة، مروش وكلوزت. وعندنا المساحة الحلوة هذه، مساحة غرفة النوم الماستر. الأرضيات كلها باركية زي ما انتم شايفين. وهذه إطلالة غرفة النوم، جزء الطبيعة. وعندنا هنا الأمام البحر. توجه إلى الصالة، عندنا هنا الصالة، مساحة الصالة جيدة، ونظامها المطبخ مفتوح على الصالة، دولي براكبة وجاهزة مؤثثة زي ما شايفين، الأجهزة الكهربائية. وفي مخرج للبلكونة من جهة الصالة. مساحة البلكونة كبيرة وجيدة ما شاء الله. عندنا البناية هذه مكتب مبيعات، يعني المشروع إن شاء الله إذا خلص راح يشيلوا المكتب هذا، مكتب يعني نظام المكتب اللي هو المتنقل. يعني بعد ما ينشال عندنا الواجهة الأمامية هذه، الواجهة الأمامية راح تكون مفتوحة على البحر. وعندنا هنا كمان الواجهة بحرية، وعندنا جزء من الطبيعة هنا. يعني البلوك هذا كامل اطلالته على البحر. وزي ما قلت لكم الخدمات اللي موجودة راح تكون الجهة الغربية. المنطقة منطقة تشكوشاير، المواصلات واصلة الى باب
البناية زي ما شايفين المواصلات، بالإضافة إلى جامع قريب وسوبر ماركت قريب من الموقع، والميزة الأحلى أنه قريب من الميدان، يعني خلف العلم راح يكون الميدان، بيننا وبين الميدان 5 دقائق، وبيننا وبين المطار تقريبا 5 دقائق، ومول الفورم أيضا قريب من الموقع، يعني تعتبر منطقة وسطية ومنطقة حيوية ومخدومة بكل الخدمات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.